السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أزول في الله وإني أجمع في الخير يا أحباب، كيف الأحوال؟ والله هذا الفيديو سيكون جواب على هذا الروائي والكاتب اللي هو على كل حال معروف في العالم، وكتب يعني شحال من كتاب ولكن عنده خصوصية. واش هي هذه الخصوصية؟ هو بما أنه كتب باللغة الفرنسية، بلغة المستعمر المستثمر الفرنسي، ولكن هو أخطأ في مساره لما قال باللي أنا الوحيد اللي وصلت الأدب الجزائري للعالمية، كأنه أقصى من علموه، وربما تعلم منهم لما كان في المدرسة. ونذكر على سبيل المثال مولود فرعون، كتب ياسين، آسيا جبار، رضا حوحو، بن هدوقة، رشيد بوجدرة وآخرون. هؤلاء العظماء الذين وضعوا بصمتهم في الأدب الجزائري، ولكن كانت كل رواياتهم نابعة من أصل البلد، مشاكل التي كان يعيشها الشعب الجزائري في الصميم، واللي كانت تحكي معاناة الشعب الجزائري حتى في الفترة الاستعمارية. ولكن هذا الأديب، هذا اللي المدعو ياسمينة خضراء، ياسمينة خضراء ربما هناك كثير من الأسئلة طرحوها القراء والمتابعين نتاع هذا الروائي، يقولوا كيفاش سمى روحه امرأة، سمى روحه امرأة. ربما كان اللي يعرف وكان اللي ما يعرفش، ربما كان اللي عنده المعلومة وكان اللي ما عندوش المعلومة، ولكن ياسمينة خضراء هو استقى هذا اللقب والاسم من الزوجة نتاعو لما كان ضابط الجيش الوطني الشعبي، وكان في ليكول دي كادي كما يقولوا. ولكن هو كان شغوف بالكتابات هذه وقبل ما يعني شيء كما يقولوا، ولكن انا اظن انه مريض بواحد المرض يسموه لاميغالوماني. ميغالوماني هذه متشية فيه، يعني هذا لا محالة في ذلك. ولكن هذا الشخص يعني ياسمينة خضراء لما أعطى لنفسه لقب امرأة، ونحن في التقاليد والأعراف الجزائرية التي ورثناها عن أجدادنا، يعني الذي ينسب نفسه إلى امرأة أو هذه زوجته، وربما غدوة تكون واحد في نفس المقام تكون أمه، وإحنا في التقاليد الجزائرية عمرنا ما كنا نقولوا نسمو أصلنا، نسمو أصلنا على منا، وسمحوا لي على هذه العبارة على كل حال، ونربط هذه القضية مع خاوتنا في المغرب. كان واحد العادة في المغرب لما إنسان يروح يخرج يعني شهادة الميلاد يقولوا ولد من، ما يقولوش ولد عبد القادر أو ولد مسعود أو ولد محمد، أو يقولوا ولد خيرة أو ولد عائشة أو ولد فتيحة. يعني دائما المزيود ينسب لأمه وليس لأبيه، ولا أدري لماذا، هذه حقيقة على كل حال، مش أنا اللي قلتها، تدخلوا اليوتيوب وتسمعوا بالصوت والصورة في هذا المعارضين لمحمد السادس، يعني في فيديوهات تعد بالمئات. ولكن هذا ياسمينة خضراء بصفته متعلق باللغة الفرنسية أكثر من الفرنسيين، حتى أصبح فرانكوفيل، يعشق الفرنسية،
يعشقها أكثر ما يعشق العربية. وراكم تشوفوا في التدخلات نتاعو ما يكترش بزاف بالعربية. والشي اللي أغضبني يعني الشي اللي أغضبني هو جا في حصة على قناة بربر تي في، هذه القناة القبائلية للمقر نتاعها في باريس معروفة لاشين على كل حال، ودارت معاه يعني لقاء خاص. ولما هذا الصحفي طرح له واحد السؤال قال له واش رايك في الأدب الجزائري، واش رايك في هاد المنتقدين اللي ينتقدوك، لأنه هو انتقدوه بزاف في بعض الحوايج، يعني عاتبوه على ما يتكلمش عن الروايات الجزائرية اللي كما قلت في بداية الفيديو نابعة من المجتمع الأصيل تاعنا احنا. ولكن في هذا اللقاء قالوا بركانا من الرجوع إلى مشاكل الهوية، وسرد مثال على المجتمع الفرنسي والمجتمع الألماني. قال هل اليوم الفرنسي يعرف بأنه فرنسي، والألماني هل اليوم يعرف بلي أنه ألماني؟ والجواب ربما يبقى عندكم ماذا كان يقصد يعني. وقال هذا الكلام في قناة قبائلية، يعني هو ربما كان كلامه موجه للأمازيغ اللي اليوم راهم يعني الشغل تاعهم هو استرجاع هذه الهوية الأصلية نتاعنا، يعني حتى نعرفوا واش نكونوا احنا، ما نكونوش مجهولين النسب كما هؤلاء الأعراب. ربما كما هذا ياسمينة خضراء ربما راه يشك حتى في أصله. خلوني والله نوريكم واحد الفيديو داروا في قناة فرنسية، قناة فرنسية، وربما دار يعني واحد كتاب تكلم على واحد الشاب هو من أصول مغربية، هو جن بيتكلم عليه بأنه من أصل مغربي، ولكن الفرنسي قال له إلي دوريجين ماروكان، وهو تهرب بعد باش يكمل يعني الكلام على هذا الشاب اللي جبده في الرواية نتاعو، واللي عنده علاقة بالعملية إرهابية قام بها هذا خليل في باريس في أروهير. من حسن حد يعني ما انفجرتش القضية، يعني القنبلة اللي كان حاملها ما انفجرتش. هو كان يهتم كثيرا بما يطرأ يعني عند مماه فرنسا، هذا نسميه أنا ولد فرنسا ونسميه حركي، ستة حركي نطوى بلا ما يقولها. على كل حال الكلام نتاعو يدل على أنه غير وفي لبلده الأصلي، هذا هو التحليل تاعي. على كل حال ونخليكم تسمعوا هذا الفيديو ومن بعد نعلقوا. أسمعوا assez frêle, assez fragile. Il est d'origine marocaine? Oui, il est mais ça n'a pas d'importance l'origine véritablement. Hein. Ouais. C'est d'abord un être qui est complètement désarçonné, qui a renoncé à ses rêves parce qu'il a pensé qu'il y en a d'autres, et qui pense que la vie n'a aucun mérite. Et moi j'ai écrit ce livre justement pour dire à tous ces jeunes qu'il n'y a pas mieux que la vie. Et la vie nous appartient, nous cache un trésor, c'est à nous de le trouver. Donc, il habite à Molenbeek? La banlieue de Bruxelles. Oui. Il vient pour la première fois en France. Et là, il est heureux car il pense qu'il va mourir aux côtés de ses amis. Oui. C'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, je trouve ça absolument absurde, triste même. C'est d'un chagrin immense. Quatre kamikazes. Oui. Et la mission consiste à transformer la fête au Stade de France en deuil planétaire. Et c'est ce qu'ils avaient l'intention de faire, ce qu'ils ont obtenu aussi, hein. Puisque la France est un mythe.
tout ce qui touche à la France touche pratiquement à toute l'humanité. La preuve, et voilà, quand la France est touchée. À vous de comprendre. Il y a des attentats un peu partout, aux États-Unis, en Angleterre, mais jamais il n'y a eu une telle adhésion, une telle solidarité avec la France. Et ils avaient visé justement ce symbole. Alors on lui a mis dans la tête que le sacrifier en kamikaze est un acte très prestigieux. Oui, bien sûr, mais il faut bien aller quelque part. Donc ils se voient partir en feu d'artifice, mais en réalité ils partent en fumée. C'est un véritable gâchis. Et ce livre-là, moi j'essaie tout simplement d'aller vers l'apaisement. Comme ce matin, بصورة وصوت ما بغاش على فرنسا بل تبقى يعني عملية إرهابية مثل هذه اللي قام بها خليل هذا اللي هو من أصل مغربي راكم تعرفوا. ولكن لما قام بالدورة في الجزائر يعني وسمحت له الشروطات ودخل بعد غياب طويل على كل حال في وقت القايد صالح وقبل القايد صالح كان هو كان عنده مشروع باش يترشح للرئاسية نتاع 2000 انتخابات تاع 2014 منافسا لبوتفليقة ولم يقبل ملفه على كل حال. يعني باش تعرفوا هذا الشخص هو انا اعتبره انتهازي بالرغم من السمعة اللي عنده على كل حال، ولكن ما يخفيه هو اخطر. ولما دخل هو الجزائر الا باذن من السلطات الجزائرية ربما هو في مهمة مثل مهمة حفيد الدراجي نفس الشيء. هذو اللي كانوا يسبوا في النظام انذاك وكانوا يعني يعاتبوا النظام الجزائري وربما كما حفيد الدراجي اللي ساند الحراك الجزائري ثم دخل معزز مكرم مثل الذين دخلوا يعني بدون مشاكل، بالعكس الناس الاخرين اللي اليوم اتهموهم بيتهم خطيره على كل حال لا داعي لذكرها في هذا الفيديو. وسمعوا يعني ندوه واحده اخرى دارها هذا ياسمين خضراء اظن عند الاعراب، والصحفي هذا الاعرابي قال له انت فرنسي، هو اعتبروا الحضور اعتبروا بلي هذه هفوه من الصحفي، ولكن هو كان عامل مقصود وسماه بالكاتب العربي الجزائري العربي والفرنسي، ووقع تدخل يعني في الحين من واحد من ولا واحدة من حاضرات اللي قلت موقعين في فرنسا، يعني هذا ود فرنسا كما نقولوا. وسمعوا الفيديو هذا، اسمعوا مليح. ودروك شتوا الفرق بين هذا ياسمينة خضراء بالنسبة لسلوكه مع مما فرنسا ومع هؤلاء الأعراب، ولكن هو منسلخ من الجزائرية نتاعو. وهذه الجولات اللي راهي يدير فيها يعني مشى تيزوز ومشى أظن لوهران، ولكن ما تكلمش على الشيء اللي وقع وعنده علاقة بالإرهاب عندنا احنا في الجزائر، وراح تكلم عن الإرهاب حتى في تل أبيب. وسرد قصة تاع واحد جراح فلسطيني
يعني بدل الجنسية نتاعو وأصبح إسرائيلي ودار عليه يعني كتاب، ولكن ما شفناش دار كتاب على الشيء اللي وقع عندنا احنا من اغتيالات ومن مجازر اللي قام بها النظام الجزائري، وخاصة أحداث منطقة القبائل أو حرائق تيزي وزو مثلا. علاش ما يجيش عليهم كتاب؟ ولا ما يجيش كتاب على أحداث 80؟ ولا ما يجيش كتاب على الشيء اللي وقع في العشرية السوداء من إرهاب؟ راح حتى لأفغانستان، راح حتى لكوبا، وراح للمكسيك، لأنه يحب نفسه ويحب يظهر عالميا. هذا هو كسب هذه العالمية، بهذا الخبث اللي يمارسه داخل، هذا الخبث اللي ما يظهرش من برا. إذا هذا ياسمينة خضراء، أنا نتمنى يبدل اللقب نتاعو ويسمي اسمه على باباه بورسول محمد، هكذا نعرف الجزائري الشهم ماشي ديوت. الجزائر هو يساوي الرجولة في أي شيء، حتى أصبح الإنسان يطرح السؤال شكون هذا ياسمينة خضراء. والله يخليكم تشوفوا واحد المقال على كل حال في نفس الإطار هذا، يعني مقال خديته من عند واحد على كل حال هو يعرف مليح القضية هذه. الاسم تاعو واللقب تاعو اف اف، وش يقول؟ في ظل تصريح الكاتب ياسمينة خضراء او بولسون محمد، هذه انا قلتها، هو سموه بولسون محمد ولكن معروف باسم ياسمينة خضراء، وش يقول هذا؟ في ظل تصريح الكاتب ياسمينة خضراء الذي لا اعلم اين وجد هذا الاسم، تصريحه فيما يخص الادب الجزائري، حدث ان صادفت هذا الكتاب الذي يبدو مثير للاهتمام من عنوانه، ثم قلت ماذا ننتظر من بقعة اصبحت قليلة الادب مثل احلام مستغنمي، اديبة وكتبت عدة كتب، بل استطاعت ان تنشر فكرها في العديد من النساء. ثم تذكرت ايضا عبد الرزاق طاهرية فشعرت بالاشمئزاز والحزن، لكني قررت ان اتعايش وفق الوضع وان اتأقلم، وانتهى الامر. ثم حمدت الله على وجود الادب الروسي، وزادت في رغبة ان اكتب كتابا يوما ما، عندما اتفرغ للكتابة سيكون كتاب بعنوان مذكرات انسان عايش في بلاد الهوايش. مقال واحد اخر هام جدا، محمد بولسهول تحت اسم ياسمينة خضراء، ولد في 1955، يعني ولد في السنة اللي ولدت فيها انا، جونفي 10 في ولاية بشار. في بشار كلمة انا من فتح ابواب العالم للادب، هذه الكلمة اللي بديت بها الفيديو، كلمة انا، هو يتكلم على ياسمينة خضراء يقول انا من فتح ابواب العالم للادب الجزائري، وهذا ما يروج له الاعلام الغربي، اين انت امام ملك حداد الذي اغنى اللغة الفرنسية بادبه البديع الرائع الذي كتب بروح الجزائر الحقيقية كما قلت. كما قال اعتبرها منفى او وسيلة للتعبير عن الحالة التي كان يعيشها الشعب تحت الاستعمار الفرنسي ومحمد الدين وثلاثيته الشهيرة، الحريق ودار السبيطار والبيت الكبير الذي وصف الفقر والجوع بشكل مأساوي وما ترتبت عليه من مشاكل ومعاناة المجتمع في الحقبة الاستعمارية، يصف بقلمه السيال بدون أن يجرح كرامة الجزائري. هكذا شكلوا الوعي لدى المواطن وفي العالم العربي والإسلامي وحتى الأوروبي، ليوصلوا الفكرة بكتابتهم مع معاناة الشعب، معاناة الشعب
سمحوا لي، معاناة الشعب مولود فرعون كذلك بأسلوبه الراقي وبصمته الجزائرية يصف وضع منطقة القبائل وتقاليدها بريشته الأدبية بن هدوبة ورضا حوحو ومحمد صالح صديق وغيرهم وعملاق الفكر مالك بن نبي رحمه الله فاقت ذكراها الآفاق وترجم له إلى عدة لغات العالم وتدرس كتبه في ماليزيا وأندونيسيا والدول العربية. أين أنت مع هذا الكم الهائل من الأدباء والمفكرين والمبدعين حتى فتحت أبواب العالم للأدب الجزائري؟ نعم، فتحت أبواب العالم على أن الجزائري عاش الإرهاب، وأنت بكتابتك تصف ما يرضى به الغرب وتدغدغ مشاعرهم تجاه أبناء بلدك. إن المشكلة والمعاناة والإرهاب هذه حكايات الغولة أكلها الدهر والعيلة كبرت، والعيلة كبرت على أن الجزائري عاش الإرهاب، وأنت بكتابتك تصف ما يرضى به الغرب وتدغدغ، نعاود فيها، وتدغدغ مشاعرهم تجاه أبناء بلدك. إن المشكلة والمعاناة والإرهاب هذه حكايات الغولة أكلها الدهر والعيلة كبرت. مهما كان نحترم بعضنا البعض، والجزائر تستحق من يبعث فيها الأمل والصدق والحلول وليس التشافي وإعطاء صورة قاتمة عنا. وهنا هذا كجواب لهذا ياسمينة خضراء، حتى لا أطيل عليكم، وخاتمة القول نقول لها ربي يهديه، ارجع إلى أصلك حتى تعرف فصلك وتعرف من أين ترعرعت وأين هو موطنك الأصلي، ولا تذهب بعيدا ولا تشكك حتى في انتمائك لهذا الوطن الذي اسمه الجزائر وما أدراك من الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.